فيضانات هائلة ضربت عدة مناطق في أوروبا وخاصة في إيطاليا واليونان. في كاتانيا الواقعة بجزيرة صقلية تحولت الشوارع إلى أنهار جارفة. سكان المدينة كانوا قد أعربوا عن غضبهم الشديد من السلطات المحلية التي لم تحذرهم من الفيضانات على حد قولهم. أما في أثينا قتلت سيدة بسبب الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة. السلطات اليونانية كانت قد أشارت إلى أن حجم الأضرار كبير جدا في أجزاء كثيرة من العاصمة، حيث غمرت المياه المنازل والعديد من الطرق السريعة وحوصر المواطنون في سياراتهم. هذا وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن كمية الأمطار التي هطلت على أثينا في 6 ساعات بلغت متوسط الأمطار التي سقطت خلال الشهر بأكمله.